ونركز اليوم على سهم بترو رابغ، وتنضم إلينا من بيروت ماري سالم المحللة المالية في الشرق للأخبار. ماري، أهلا وسهلا بك معنا. إذن تفاقمت خسائر الشركة في الربع الثالث، الإيرادات كان فيها تراجع ب 21%، وخسائر الشركة المتراكمة ارتفعت إلى 38% من رأس المال. ما هي الأسباب التي أدت إلى تسجيل الشركة هذه الخسائر في الربع الثالث؟ يعني مع العلم أنه هناك الكثير من الأرباع التي حقيقة تحقق فيها الشركة خسائر. صباح الخير ريما، ويعطيك ألف عافية. يعني اعتدنا أنه نشوف خسائر متتالية على بترو رابغ، يعني هذا من الفصل الأول، يعني صرنا تقريبا بتسع فصول من التراجعات، وهي تراجعات كل فترة عم بتكون معمقة أكثر من الفترات اللي قبل، يعني ما عم بيكون في بصيص بالنسبة للمستثمرين أنه يكون في تحسن بالهوامش. والسبب الرئيسي هو هوامش الأرباح وارتفاع أسعار التكلفة وانخفاض المبيعات يعني بنفس الفترة. يعني في أوضاع عدة، في ظروف مختلفة كانت عم بتأثر على البيانات المالية، ولكن نحن بنقول أنه بتأثر بفترة محددة، ولكن تسع فصول وراء بعضهم يعني عم نحكي على أكثر من سنتين من الخسائر. قبل كان في عنا نوع من أرباح، ولكن إذا نرجع حتى لفترة قبل هذه الفترة، يعني نرجع تقريبا بحدود الخمس سنوات لورا، كمان كان في عنا أربع فصول متتالية من الخسائر اللي كانت عم تسجلها الشركة. نحن بهذه المرحلة الملفت عم بيكون مع بترو رابغ أنه عم بيكون في كثير من عمليات إعادة الهيكلة أو إعادة التنظيم إذا بدي أقول داخل الشركة للمحاولة تخفيض الخسائر المتراكمة أو حتى لإعادة هيكلة الديون اللي موجودة لدى الشركة. ورغم كل هذه المحاولات عم نرجع نشوف تعميق للخسائر المتراكمة. يعني نحن إذا بنتذكر من تقريبا شي شهر شهرين كان في إعلان بشطب أو التنازل عن بعض القروض تقريبا بحدود المليار ونص دولار، عم نحكي بين أرامكو وبين سيموتومي، فهول الاثنين ما قدروا يشكلوا عنصر انه يدعم البيانات الماليه تبع الشركه، بالعكس تماما. يعني حتى من بعد ما شفنا انه في عندنا محاوله حتى نقول انقاذ للشركه بالبيانات الماليه تبع، رجعنا شفنا تعميق وتراجع يعني زياده بالخسائر المتراكمه لفوق 38% بالوقت اللي اذا بنتذكر باخر شهر اوغست اوائل سبتمبر كنا حكينا عن الموضوع انه خفضت الشركه الخسائر المتراكمه رجعت لل 36%، هلا عم نرجع نشوفها عند 38%. لما اذا بنطلع بشكل كثير واضح حنلاقي انه في مشكله واضحه عند بترو رابغ فيما يتعلق بالايرادات وبتكاليف هذه الايرادات. دائما التكاليف عم بتكون اعلى من ما هي الايرادات عليه، فبالتالي لو شو ما صار يعني نحن مجرد انه عندنا الكلفه اعلى من ما نحن اللي عم نبيعه حيكون في عندنا خساره، فهيدي الخسائر عم بتكون متتاليه. يعني اذا بنطلع عبر الفصول الماضيه تقريبا كان في عندنا هذه المشكله، والبترو رابغ ما قدرت انها تتاقلم او تقدر تتخطى هذه الأزمة. يعني في عنا كان مشاكل تكاليف الشحن كانت عم بتزيد بسبب العوائق اللي عم بيواجهوها بالبحر الأحمر، في عنا تكاليف الإنتاج كانت عم بتزيد، في مبيعات عم بتقل، كل هذه عوامل لا تبشر بالنسبة للمستثمرين بأي شيء ممكن يكون إيجابي بالفترة المقبلة على القليل مش قصيرة المدى، لأنه من الواضح أنه حتى محاولات إعادة الهيكلة مش عم تنجح. نحن شفنا تراجعات من بداية العام من أعلى قمة تقريبا وصلت ل 37%، نحن بالعاده وقت اللي بنشوف تراجعات متتاليه تخطت 20% بنقول سهم هابط او اتجاه هابط للسهم. رجعنا شفنا وقت اللي اعلنت ارامكو عن شراء حصه لبترو رابغ بتقريبا 702 مليون دولار، شفنا ارتفاعات قويه ورجعنا شفنا بعض الاستقرار، ولكن هذه الارتفاعات لم تتخطى ال 27% حديد جلسه امبارح، واليوم عم نشوف الضغط القوي، يعني تراجعات باكثر من 4% بسبب البيانات الماليه. ما كان من المتوقع أن نشوف مفاجآت عن بترو رابغ، ولكن على القليل أنه ما نشوف هذا التعميق للخسائر بهذه الوتيرة. يعني شفنا شركات أخرى مثيلة ضمن القطاع ما زالت ضمن نطاق الخسارة، ولكن الخسارة كانت عم بتقل بالمقارنة مع الفترات السابقة. بشكل عام في قلق لدى المستثمرين فيما يتعلق بأداء بترو رابغ، يمكن في البعض عنده نوع من إيجابية أنه المستثمر الأكبر هو أرامكو في الشركة، فممكن أنه يكون في نوع من ما بدي أقول محاولة إنقاذ، ولكن نوع من دعم في ما يتعلق مع بإعادة انخفاض المديونية. ماري، ربما صحيح هذا بيعطي صحيح تفاؤل. صحيح، يعني
حتى انخفاض المديونيه ريما ما ساعد، يعني رجعنا شفنا تعميق للخسائر المتراكمه، يعني تخفيض المديونيه المفروض انها كانت تساعد بهذا الموضوع، ولكن لم بس هي تفعل هذا بينت الحال، بالقوائم بالعكس المالية ماري خفضت. لهذا الربع، صح، ولا مفروض انه تبين بعد لاحقا؟ ما بينت ريما، ولكن هن حاطين انه جزء من التسهيلات لقروض المساهمين خفض التكاليف التمويل، فمفروض انه تكون ظهرت، يعني مش مفروض انه تكون بعد نعم شو اسمه، خاصه انه كمان ب 31 اوغست وقت اللي حكينا عن تخفيض الخسائر المتراكم ل 36%، كانت هذه البيانات دخلت، هذه الارقام دخلت بالبيانات الماليه تبعهم، فهيدي موجوده ضمن البيانات، مع هذا وكله ما شفنا هذا التاثير الايجابي لها. نعم شكرا جزيلا لك ماري سالم المحللة المالية في الشرق للأخبار، شكرا على هذه المشاركة.